النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم إنفوي معاذ لو أميشون يمن. رجل واحد. هل بعث جاهل؟ لا، معاذ رضي الله عنه عالم. معاذ يسكولا. شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يتمعي له. قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. جمودي يكون بليس حلال حرام معاذ. أرسله إلى اليمن. لم يقل له تجلس أيام محددة 40 يوم 30 يوم 3 أيام، لا. ثم أعلموا بحال المدعو حتى يأخذ لهم الأهبة والاستعداد ويعرف إلى من يذهب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى، عندهم كتب عندهم علم. قال ناظرهم، ناقشهم، بين الأخطاء التي عند اليهود والنصارى. لا، إذن أسهل طريقة وأوضح طريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أسهل طريقة في دعوة الكفار الدعوة إلى التوحيد، لا المناقشة، المناظرة. ولا نشترط جماعة معينة، أيام محددة، ولا غيرها.